البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية. كأسا صباحا عند الاستيقاظ من النوم، واقفا قبل غسل الأسنان، هام جدا. كأسا على الأقل موزعا على امتداد الفترة الصباحية. كأس 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة الغداء، هام جدا. كأس أو كأسان موزعان خلال فترة المسائية. كأس 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول وجبة العشاء، هام جدا. كأس قبل النوم بحوالي ساعة. عدم القلق أو الخوف عند حدوث التفريغ السريع ولأكثر من مرة في اليوم لفترة مؤقتة، حيث يقوم الجسم بتخلص من التهابات المرض عن طريق إزالة السموم وبكتيريا الضارة والشحوم. ملاحظات: يجب ألا تقل الكمية الواجب تناولها بمعدل 3 لترات من الماء الساخن يوميا. كأس الماء سعة 500 ملي، أي نصف لتر، يعادل قياسا لزجاجة قارورة مياه معدنية صغيرة. حرارة الماء ساخنا حوالي 50 درجة مئوية، أي أقل قليلا عن درجة حرارة الشاي. ويمكن أيضا التعرف على مقياس الحرارة بحيث يمكن ملء الفم عند كل جرعة دون أن تحرق نفسك. تناول الماء ساخن يكون على جرعات، ولا يمكن تناول كامل كأس خلال جرعة واحدة. يفضل تناول الماء الساخن لاستخدام المنزلي في كأس زجاجي شفاف مزود بمقبض بدلا من الكوب الغير شفاف لوجود شرح علمي مفصل. من الضرورة مراعاة استخدام سعة الكأس محددة سلفا، وليس كأس بحجم أصغر حتى ولو كان عدد الكؤوس أكثر. يجب التقيد بدرجة حرارة الماء الساخن المحددة للكبار وللصغار، ولا يجوز إضافة أي مادة إضافية أخرى كالعسل أو قطرات من الليمون إلى آخره. لأسباب علمية مفصلة وباختصار، يتغير مفعول الماء الساخن عند تغيير في درجات حرارته، ويصبح إما مضرا للصحة مثالا الماء البارد أو الماء المغلي، إما عديم النفع مثالا الماء الفاتر أو الحار أو الدافي، إما صحي في جميع جوانب الصحة الجسدية والعاطفية، أي النفسية والعقلية والروحية، وهو الماء الساخن. وكذلك عند إضافة أي مادة أخرى، فيصبح إما مادة سامة مثالا لبيروكسيد الهيدروجين، وهو مجرد ذرة إضافية من الأكسجين على الماء H2O2، إما يصبح أعشاب مثالا عند إضافة الشاي أو الليمون أو العسل إلى آخره. يجب مراعاة عدم تجاوز أكثر من 3 ساعات بين الفترتين لتناول الماء الساخن، باستثناء عند الحالات الضرورة والغير متكررة بصفة دائمة. يجب عدم تناول أكثر من لتر ماء ساخن خلال ساعة. هناك إمكانية القية لدى بعض الأشخاص لأول مرة أو مرتين أو أكثر أحياناً، كما أنه من الطبيعي الجسم سيمر إلى مرحلة التخلص من السموم detoxification، وهذا سيكون لفترة بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر في بعض الحالات. العلاج بالماء الساخن علاج طبيعي ولا يتسبب أي أضرار صحية على الإطلاق، بل يحمل فوائد صحية وعلاجية عديدة، بحيث هي الوسيلة نحو إعادة إحياء الهيكل البيولوجي والجيني والسيكولوجي للجسم، وهناك شرح مفصل بكل تفاصيله العلمية. تصنف الأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن على النحو التالي:
البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن Therapeutic Methods of Aqua Gulping TMHG. العلاج بكمادات الماء الساخن Aqua Compress Therapy HCT. العلاج ببخار الماء الساخن Aqua Steam Therapy HST. العلاج بالهواء الحراري والماء الساخن Aqua Air Therapy HAT إلى آخره. جميع هذه الأساليب الصحية والعلاجية بالماء الساخن لها فوائد صحية وعلاجية عديدة، مثالا لا للحصر، الداء السكري، الكوليسترول، الربو، حساسية الجيوب الأنفية، الروماتيزم، الصداع، الصداع النصفية، السرطان، آلام أسفل الظهر، أمراض النساء، الولادة بدون ألم، حماية الجنين، الصدفية، ارتفاع ضغط الدم، ضعف النظر، أمراض جلدية، أمراض القولون، القرحة، الارتجاع المعدي المرئية، الغازات، الحموضة، أمراض الكلية، أمراض الكبد وارتفاع انزيمات الكبد، البدانة، تقوية الذاكرة، تنشيط الدورة الدموية، إزالة الجلد الميت، معالجة الأضرار الراديكالية الحرة المسؤولة في علامات التقدم بالسن، الضعف الجسدية، تقوية الجهاز المناعي، الضعف الجنسية إلى آخره، إضافة إلى فوائد صحية وعلاجية عديدة. يوصيك الدكتور فارس الحجري مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية بضرورة التزامك بالتطبيقات الصحية والعلاجية الستة للماء الساخن، وهي أولا الإيمان بفوائده، ثانية التطبيق، ثالثا الاستمرار، رابعا التقدير، خامس المواظبة، سادس فهم مزاياه بقدر المستطاع. تتفاوت النتائج من شخص لشخص ولعدة عوامل. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.